سب الله عز وجل كفر محض مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل. سب دين الله عز وجل كفر مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل. سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل. مفيش حاجة اسمها غضبان، زعلان، متنرفز، الكلام ده كله غير وارد في الثلاثة دول. وقد نقل الإمام إسحاق ابن راهويه إجماع العلماء على كفر من استهزأ بالله ورسوله أو من استهزأ بدين الله عز وجل. لأن المعروف في عرف الدنيا كلها أن السب داخل في باب التنقيص. واحد يسب واحد يعني يقصد أن ينتقصه. ودي مسألة بدهية كل الدنيا عارفاها ومصطلح عليها. سبه يعني يريد أن ينتقص منه، فالمسألة مش عايزة علم. مسألة لا تحتاج إلى علم، توقير الله تعظيمه لا يحتاج إلى علم. توقير الدين وتعظيمه لا يحتاج إلى علم، توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أيضا لا يحتاج إلى علم.